السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى الحقوا البنات اللي ما لحقتش تجيب لبس العيد، لسه قدامنا الصيف طويل جدا، احنا لسه في بداية الصيف. جايبه لكم شوية موديلات شياكة جدا جدا للبنات وللمحجبات وكمان للبيك سايز. كل ده موجود النهاردة معانا عند محل روزيتا في محافظة بورسعيد في آخر شارع الجمهورية من ناحية المعدية. جابلكوا تشكيلة كبيرة جدا من السوت، البلوزات، البناطيل عندها تحفة، شوية ترنجات برضو حلوين جدا. بجد كل الموديلات اللي عندها مختلفة عن اللي في السوق خالص. لسه الصيف قدامكم كتير، اللي ملحقش يشتري حاجة العيد اشتروا بقى يلا للصيف. هتلاقي الألوان كلها ألوان السنة اللي طالعة السنة دي، الألوان كلها الموضة بسم الله ما شاء الله. المحل معروف وبيجيله زباين كتير جدا، اللي بيجيله مرة بيروح له أكتر من مرة. حاجته مميزة جدا فعلا، وده اللي هتشوفوه في فيديو النهاردة. عشان كده انا بقول لكم يا خبر ابيض، ايه الجمال ده كله؟ الحقوا اللبس الخروج الحريمي والبناتي، ملابس اخر شياكة عند محل روزيتا. انا اسمي كريمة علي حسن ودي قناتي. لو انت اول مرة تشوفوا القناة اوعى تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا كل اصحابكم عشان تتابعوا كل جديد انا بقدمه عن بورسعيد. يلا سلام عليكم. يلا بينا. قولي لي احنا فين؟ محل روزيتا لسه فاتحين جديد كده، محافظة بورسعيد شارع الجمهورية. اه تمام تمام. قولي لي بقى، فتح الله سنتر جو... طبعا البرفانات الاصلي كلها موجودة عندهم. ماشي يلا هتوريني ايه؟ تمام حلوين. تمام ماشي. مقاسات ده في منه مقاسات؟ اه كل المقاسات موجودة. اديني فرصة اصوره كده. انزلي بيدك تحت. ايوه وروني بقى من ظهره عشان شايفة ان ظهره فيه شغل. في بناطيل كده، حلو ده. هو ده بنطلون واحد ولا اتنين؟ لا ده واحد. واحد. طب نزلي ايدك كده بس عشان اعرف اجيبه. ده بنطلون بصوا انت بقى اللي عامله الشميز على البنطلون صح كده؟ تمام ماشي. يلا بص حاجة البنات كلها وتقريبا كده كله حاجة بنات. تمام. ده لسه جديد. تمام. بصوا بقى بناتي خالص، ده لسه جديد خالص. ده لسه جديد خالص. بصوا من تحت عامل ازاي. تمام ماشي. ده برضه في المقاسات كلها، كله في مقاسات صح؟ اه في الحاجات دي. ده نقول امهات شويه. اه امهات شويه. ده في كذا لون منه. تمام شايفه اهو الوان اهو. اه الابيض والاسود والبيج. تمام يعني عندنا جواكت جينز. حلو الجاكيت ده، نزل بايدك. حلو الجاكيت ده، ده كم وكم لون ولون. حلوة دي جديدة. عامل كام الجاكيت ده؟ انت مطقم عليه بنطلون 725. والبنطلون بقى حلو البنطلون. بناطيلك غريبة وجديدة صح؟ يعني بصوا انا عايزة اوريكم البنطلون عامل ازاي والخامات برضو. بناطيلك فعلا جديدة وغريبة. في منه الوان اهو. فسفوري كده. بصوا بكام البنطلون ده؟ ماشي تمام. شميزات بقى. الشميز ده قطعة واحدة صح؟ قطعتين شميز قطعتين؟ يعني هي ممكن تبقى تقلع ده لوحده ولا هما الاتنين مع بعض ملزوقين؟ لا ده بيتقلع لوحده. ده عامل كام ده؟ ده عامل 1150. تمام. عجبني ده قوي. انزلي بقى كده بايدك عشان وشك ده ما يبانش. عجبني ده قوي، تحفه ده تحفه. بصوا انا عايزه اوريكم ظهره برده عامل ازاي. حلو قوي وبعدين طويل وواسع. في منه مقاسات عايزه اوريكم يا جماعه. بصوا الخيش اللي طالع ده، ده مش خيش بس هو شبه الخيش صح. حلو قوي ده، ده عجبني جدا ده. احنا قلنا بكام ده؟ ب 1150. تمام عجبني جدا بصراحه ده. ماشي تمام. بألوانها بقى، بألوان ومقاسات صح؟ ألوان ومقاسات. ماشي تمام. لو جالك شغل حد بيشتغل قولي له اقفي وانا هقف. برضو حلو اللي طالع كاجوال كده الواسع، ما عادش فيه المجسم كده صح؟ ده عامل كام الشميز ده؟ ده عامل 530. تمام. عايزة انا اقف اقف. ماشي. في عندنا باربي ده كمان. حلو ده عسل. حلو ده قوي عسل. بصوا في منه البينك
حلوين الاتنين على فكرة، وماسهم حلو جدا، وفي مقاسات في صغيرة. حلو ده، ده عامل كام ده؟ حلو قوي، بصوا بس حلو جدا بصراحة. ده جنس ده ولا قماش؟ القماش يعني شبه الجنس شوية تقيلة. اه هو صيفي بس اتقل من العادي يعني. اه بس حلو قوي. اه حلو ده، مشجر بقى، الحاجات الخفيفة بقى، حاجة الصيف بقى، حاجة الصيف. حلو، انا شايف عندك مقاسات حلوة يعني، المقاسات كبيرة بحيث اه يعني اللي بيدور على المقاسات الكبيرة يجي برضو هنا. احنا قلنا المحل اسمه ايه؟ روزيتا. روزيتا، محافظة بورسعيد يا جماعة، شارع الجمهورية جنب فتح الله برفانات. تمام. دي كمان عسل تحفة. ده بعمل كام السود ده؟ بعمل 1250. تمام. في اللون ده، ده 3 قطع. اه واللون ده طالع موضة جدا على فكرة برضو، يعني شايفة ان اللون ده طالع ترند برضو قوي. حلو جميل، وبرده مقاسات صح؟ انت كل حاجه بتوريهاني في منها مقاسات؟ اه طبعا. يس. بصوا اللون حلو قوي، اللون ده لون ايه ده؟ لا هو روز ولا هو مش عارفه، بس لونه حلو قوي، لونه جميل بصراحه وخفيف وطعم قوي. بصوا اللون ده طعم قوي يا بنات، اديني وشه كده، طعم قوي حلو ده. تمام ماشي. وده كمان حلو. ده بلوزه لوحدها ولا سوت على بعضه؟ لا لا حلو على فكره. الكتان شايفه ان هو طلع ترند اول سنه دي صح؟ اه الجاكيت ده حلو قوي بجد. في برضه البليزر ده امهاتي شويه. لا لا مش امهاتي والله، بنات تلبسه شغل بقى مثلا وكده. تمام. ده عامل كام ده البليزر ده؟ ده عامل 1250. دي مقاسات هي دي الاسعار على فكره للسنه دي يعني، مش في البنطلون ده بشوف بنات بتسال عليه كتير قوي. اه بيسالوا يقولوا ايه البنطلون برجل واسعه وايد ليج. اه وبيبقى كده من الجنب. اه بصوا يا بنات، بصوا يا بنات، هي البناطيل كلها عندك صراحه مختلفه. تعالوا هنا يا بنات، البناطيل كلها هنا مختلفه بجد. تمام. عسل ده، ده مقسوم قماشتين ده ولا ايه؟ اه ده من فوق ستريتش ومن تحت جنس. اه بصوا من فوق ستريتش اهو وجنس من تحت، مش بقول لك انا. حلو البناطيل دي. ده امهات بقى كبير او بنات مليانه شويه لان هو مقاسات اصلا لسه جاي جديد. اه ممكن تلبس مفتوح على فكره. فعلا حلو. تمام. بصوا الشبزات المشجرة برضو، برضو مقاسات؟ اه مقاسات كل المقاسات. تمام. اه بصوا ممكن اشيلكوا كده. اه طبعا الابيض ده لازم يكون في كل دولاب. اه في الاسود، في الزيتي، الاخضر، في الابيض ده برضو. تمام. برضه مقاسات والوان صح؟ اه حلو، لونين في بعض ده صح؟ اه زي اللي شفناه من شويه؟ اه بس صح؟ اللون تاني. تمام. ده انا عندك حلو قوي بجد، عجباني. اه في الشميزات بقى الالوان دي، في الوان كتير منها. تمام. بكام الشميز العادي ده؟ 740. ماشي. وفي الحاجات الكتان دي برضه حلوه. اه الكتان احنا قلنا طالع موضه خلاص. بصوا ظهره الوانها. اه الالوان اهي. ماشي تمام. ولا سوت؟ هنقول على ايه؟ ترنك. ماشي تمام. ده ترنك على بعضه صح؟ تمام. سوت. السوت غريب مختلف. ماشي تمام. عاملين كام؟ الترنك عامل
1400. طب وده المشجر اللي قدامي ده ايه؟ برضه الوان تمام ماشي. هنخرج جوه مقاسات برضو؟ اه حلو ده. لا امسكهم الاثنين على بعض ده حلو يعني. ده بقى ما لبسته عجبني جدا. عجبني جدا جدا. ده شكله جدا. ده عامل كام ده؟ ده عامل 850. بصراحة لما لبسته عجبني جدا. اه المشجر. شغله من بره. شغل في ظهره. ده لوحده؟ اه. من غير بنطلون ولا حاجة؟ حلو. يعني ده ايه بلوزة دي ولا ايه؟ اه. يعتبر بلوزة؟ جدا. بص ده حلو برضو ده ولا محترم كده. تمام. ده الناس الطويلة يبقى حلو قوي الصراحة. الصوت على بعض. ماشي. تايجر ده دايما اقول لكم اللون ده اللي ما بيبطلش ابدا معانا في كل حاجه. صيف شتا معانا. تمام. كل اللي بتورهولي الوان يعني مقاسات قصدي اقول صح؟ اه ده حلو ده كبير مقاس كبير. واو جديد جدا ده. برضه حلو. دي ظهره شغله. الموديلات عندك مختلفه وغريبه وحلوه. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان بصوا الربع ساعه ولا ال10 دقايق ال12 دقايق اللي هتشوفوهم دول انزل عشان وشك باين. ال12 دقايق اللي هتشوفوهم دول ولا الربع ساعه دول بصوا انا واقفه بقالي ساعه. بسم الله ما شاء الله الناس عماله عارفه المكان وعارفه موديلاته ما شاء الله. بحب اللون الابيض. حلو برضه. جميل. لا البيج بقى حلو برضو من ظهره. حلو ده غريب جدا. الابيض بتاعه برضو غريب جدا جدا. ماشي. والجنس تمام تمام. كل ده مصري صح؟ حلوين قوي زي الترنجات كده صح؟ يعني شكلهم جديد. شكلهم انا عارفه ان هو خروج. بس شكله جديد برضو. ده مشطه ايه ده؟ انا عايزه امسك مشطه. ده خفيف. شميز. اكنه في ايه كده زي كوب كده ولا حاجه. تمام تمام. ده محير ده سن محير ده ولا ايه؟ محير. والله قول لنا تاني بقى العنوان واسم المحل. محل سنتر المحل اسمه وحيز. المحل اسمه روزيتا. تابعوا صفحتهم يا جماعة. صفحتهم على الفيس برضو اسمها روزيتا باسم المحل عشان تشوفوا كل العروض وكل الموديلات الجديدة اللي هم بينزلوها اول باول. محل روزيتا في محافظة بورسعيد في شارع الجمهورية اخر شارع الجمهورية من ناحية المعدية.
وده كان المكان بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي إعجاب وتشيروا لكل أصحابكم. السلام عليكم.